الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين وبعد فإن الخيانة والنفاق من أسوأ الصفات ولا سيما إذا تحولت الخيانة إلى خيانة للوطن الذي ينبغي ان يرد الانسان له الجميل وعلى كل حال ذم القران الكريم وذمت السنه النبويه النفاق والمنافقين فقال سبحانه ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى وأن الناس ولا يذكرون الله الا قليلا ويقول سبحانه يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون داؤهم الكذب والحلف الكاذب والأيمان الكاذبة يقول الحق سبحانه اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون هم الذين يصبطون ويوسعون الشائعات والآجيف ويحسون على قبض اليد وعلى الفساد والإفساد وعلى عدم البناء أو التعمير يريدون أن يجتذبوا الناس إلى مثل نقيصتهم كما يقول الحق سبحانه عن المنافقين على عهد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول سبحانه هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والارض ولكن المنافقين لا يفقهون وحال المنافقين اليوم لا يختلف عن حال المنافقين بالامس يقولون دمروا الاقتصاد حتى تسقط الدول وهم لا يدرون ان الامر كله بيد الله وان الله الذي قال لنبينا صلى الله عليه وسلم ولله خزائن السماوات والارض ولكن المنافقين لا يفقهون هو رب العزه الى يوم القيامه وحكمه قائم ما يفتح الله للناس من رحمه فلا ممسك لها وما يمسك فلا موسى له من بعده وهو العزيز الحكيم عاقبه النفاق وخيمه وشديده يقول الحق سبحانه ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا ان من اخطر علامات النفاق والخيانه التحالف مع الاعداء والتواصل معهم على حساب الدين والوطن بالتجسس او الخيانه او بث الشائعات او الاراجيف او التحريض على الوطن كما تفعل عناصر الجماعات الارهابيه والضالة المأجورة المتاجرة بالدين وقد حكى القرآن الكريم عن أمثال هؤلاء قديما فقال سبحانه فَطَالَ الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أصروا في أنفسهم نادمين فعسى الله أن يأتي بالفتح وسياتي الله بالفتح ان شاء الله، فعسى الله ان ياتي بالفتح او امر من عنده فيصبحوا على ما اسروا في انفسهم نادمين. ان اشد الوان الخيانه هي الخيانه للاوطان، اذ لم تسقط دوله على مر التاريخ الا وكانت الخيانه والعماله لبعض اعدائها من بعض الماجورين من بعض ابنائها احد اهم اسباب سقوطها. لذلك علينا ان نحذر من الخونه والعملاء وان نعمل على كشفهم وعلى فضحهم وعلى تعريتهم لنخلص المجتمع والدنيا من شرهم واثامهم. هذا في الدنيا اما عقابهم يوم القيامه عند الله عز وجل فعقاب المنافقين. الذين هم في الدرك الاسفل من النار. الم يقل نبينا صلى الله عليه وسلم: اربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خله اي خصلة منهن كانت فيه خله من النفاق حتى يدعها اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا عاهد غدر واذا ائتمن خان واي خيانه اشد من هذه الخيانه. التي تعمد إلى هدم الأوطان وإلى تشويه صعاتها وإلى التحريض عليها جزاء الخونة عظيم في الدنيا والآخرة ولنستمع إلى قول الله تعالى حيث يقول مخاطبا نبينا صلى الله عليه وسلم وأصحابه والنص قائم في كل خائن وعميل إلى يوم القيامة وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن اهل المدينه ماضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين سنعذبهم مرتين ثم يعدون الى عذاب عظيم فالعذاب الاول للمنافقين والخونه والعملاء في الدنيا والعذاب الثاني في القبر واما العذاب الاكبر ففي الاخره لان الله قال سنعذبهم مرتين قال اهل العلم يعذبهم مرتين المره الاولى في الدنيا بالخزي والعار والحصى والندم والعذاب الثاني في القبر ثم يعدون الى عذاب عظيم وهو عذاب يوم القيامه نعوذ بالله من النفاق والمنافقين والخيانه والخونه والعملاء والمأجورين ونسأل الله ان يسلم لنا ديننا وان يسلم لنا وطننا وان يسلم لنا انفسنا واموالنا وابناءنا واعادنا وان يرد كيد الخائنين في نحورهم انه ولي ذلك والقادر عليه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.